سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. تدهور صحة زعيم البوليزاريو إبراهيم غالي عجلت بانتقال رئيس أركان الجيش الجزائري إلى تندوف ليلة الأحد من أجل الوقوف شخصيا على تدهور صحة الزعيم قبل نقله إلى إسبانيا حيث يتابع علاجه هناك. زعيم البوليزاريو الذي يعاني من الربو والغدد اللمفاوية عمقت أزمته الصحية إصابته بكوفيد الذي انتشر وسط ساكنة تندوف. حسب معلومات مؤكدة فقد أصيب حتى أفراد من قوة المينارسو في تندوف فيما اضطر عدد من قادة المينارسو إلى تقليص تحركاتهم إلى الحد الأدنى ومواصلة مهامهم بالعمل عن بعد حتى يتم الحد من انتشار الفيروس في صفوف باتة المينارسو. انتقال شنقريحة على عجل إلى تندوف ليلة الأحد وبقاؤه إلى ساعة متأخرة من الليل يعكس تخوف المؤسسة العسكرية الجزائرية من تفكك صفوف البوليزاريو في وقت تراهن فيه الجزائر على دورهم في استراتيجية استهداف المغرب وتسخين الجبهة على هامش دورة مجلس الأمن المخصصة لقضية الصحراء. لقد راهنت الجزائر طويلا ومن ورائها البوليزاريو عن تراجع إدارة بايدن عن قرار إدارة ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني من خلال تعبئة أعضاء مجلس الشيوخ لدفع إدارة بايدن للتراجع عن القرار، لكن الإدارة الأمريكية كانت واضحة لا تراجع عن القرار مما يعني ذلك من العمل على إعادة تنشيط مسلسل التسوية من خلال تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة ودعوة الأطراف إلى المفاوضات، مفاوضات من المفروض أن تؤدي إلى حل في إطار السيادة المغربية على مجموع الأقاليم الجنوبية. لقد كان المغرب واضحا من خلال قبوله لكل اقتراحات الأمين العام التي رفضتها الجزائر من خلال البوليزاريو، وتشبت المغرب بوقف إطلاق النار لأن عملية تحرير القرقرات لم تكن إلا عملية محدودة في الزمان والمكان، وأعادت الأمور إلى نصابها وإلى الوضع الذي كانت عليه أيام توقيع كل الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار. ومن أجل الرفع من معنويات البوليزاريو وعدتهم الجزائر بتمكينهم من طائرات درون من صنع إيراني لتعزيز قدراتهم العسكرية لاختراق الخطوط الدفاعية المغربية على طول الجدار، رغم قناعتهم أن القوات الملكية وبفضل الجدار حصنت خطوطها الدفاعية بالكامل من أجل تأمين الأقاليم الجنوبية من وجه التهديد الخارجي. في جهة أخرى أن الزعيم البوليزاريو المصاب بكوفيد 19 في الوقت الذي تكتم فيه الجميع عن الخبر، لكن بعد مرور 5 أيام وبعد كشف خبر مرضه ونقله إلى مستشفى إسباني من طرف وسائل أعلام إسبانية وفرنسية، اضطرت وزارة الخارجية الإسبانية إلى تأكيد الخبر وتبريره بأسباب إنسانية مع التأكيد على أنه بين الحياة والموت، مما دفع البوليزاريو إلى الإعلان عن خبر مرض زعيم الانفصاليين، فتح الباب على مصراعيه على حرب الخلافة وحاجة الجزائر إلى تماسك صفوف البوليزاريو في هذا الظرف الحساس من مرحلة المواجهة مع المغرب في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الخليجية المجال لإعادة ترتيب الأوراق في العالم العربي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.